أهلا بكم متابعينا في نشرة وين وين المغاربي. وصل أسطورة نادي الأهلي السعودي حسين عبد الغني مهاجمة وانتقاد الدولي الجزائري رياض محرز بسبب تراجع أدائه، حيث اتهمه بالتعالي على المجموعة والفريق. ذكرت تقارير صحفية أن نادي الرجاء المغربي ممنوع من التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بسبب عدم تسديده لمستحقات العالقة لحارس المرمى الجزائري السابق غايا مرباح. قرر الاتحاد الهولندي لكرة القدم وضع الثقة في المدرب المغربي عادل رمزي لشغل منصب مدرب منتخب هولندا تحت 18 عاما في الفترة القادمة. أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم عن تأجيل موعد نهائي كأس رئيس الجمهورية بين أنواذب والجمارك الذي كان مقررا ليوم 5 مايو أيار المقبل إلى 25 من الشهر ذاته. عين نادي النجم والساحلي التونسي المدرب خالد بن ساسي على رأس العارضة الفنية للفريق خلفا لسيف غزال. أعلن النادي الصفاقسي التونسي عن فسخ عقد لاعبه فؤاد التيمومي بالتراضي بعد التحاقه بصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيف الماضي. ختام النشرة المغاربية، إلى اللقاء.